عليكم. أنا إسحاق عادل إسحاق المؤقت، أنا وأخوي يعقوب بندير هذا المحل اللي اسمه بحر الأعشاب. طبعاً إحنا في مهنة العطارة موجودين من حوالي 400 سنة، العائلة موجودة من أيام صلاح الدين الأيوبي. طبعاً السكان بيجونا هون عادة من مدخلين رئيسيين، باب العمود أو باب الخليل. الوصول سهل خصوصاً بالأيام هذه، يعني السوق مش ملان من مرة، يعني شغلة أكا من دقيقة بكون الزبون واصل عنا. طبعاً إحنا زي ما انتم شايفين هنا في عنا خلطات البهارات الخاصة فينا، لبعض منها للمأكولات الشعبية زي المقلوبة، القدرة، المناسف. في عنا الزعتر البلدي المميز بطعمه الزاكي بالسمسم البلدي. في عنا الزهرات اللي بنشربها بعد الوجبة اللي هي زهرات فلسطينية كتير كتير زاكية السماء البلدي. في عنا منتجات علاجية زي ما انتم شايفين، كريمات في منها للعلاج، في اشي للتجميل، في عنا صوابين، في عنا زيوت. كل هاي المنتجات تتماشى مع بعضيها، منلبي حاجة الزبون. فالزبون بيجينا يا بيشرح عن مشكلته الصحية واحنا بنقرر شو نعطيه بناء على الشهادات العلمية تبعتنا. حتى احنا بدون ما نعمل ماركتينج للاعشاب او للبهارات، يمكن اليوم اي شخص في العالم ممكن يروج لعشبه معينه او لبهار معين او لوصفه معينه، والناس تبلش تنزل عند العطارين وتبلش تطلب في هذه العشبه. والحمد لله رب العالمين، احنا في تطور مستمر، واليوم عم بيجونا ناس من كافه انحاء العالم، ما بنشتغل بس محلي، اليوم بيجونا ناس من اوروبا لمشاكل جلديه يعني. فالحمد لله رب العالمين، ودخلنا كمان عالم الكبسولات زي ما انتم شايفين. في اليوم عندنا بعض الاعشاب على شكل كبسولات موجوده حتى تسهل على الجميع يعني كمان الاستعمال. طبعا زي ما انتم ملاحظين، يمكن سوق العطارين صار تقريبا نص المحلات مسكره. هذا التسكير بيجي عن طريق الضغوطات اللي تقع على التاجر. طبعا المصاريف اليوميه للتاجر كتير عاليه، فاليوم لازم يعني يغطي كل هالمصاريف هاي حتى يقدر يستمر في هذا السوق. فبننصح الجميع انه يجي على البلده القديمه، والدعم لازم يكون عملي مش بس بالعواطف، لازم يكون الاشي عملي. قدومكم الجميع للبلد، احياء التجاره في البلد. بننصح الجميع انه يجوا، في عندنا كتير شغلات هون في البلد مش موجوده في اي محل تاني.